أهلا بكم من جديد والآن إلى سوريا، حيث نظمت عدة عوائل قبل أيام أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، نظمت وقفة احتجاجية طالبت فيها المنظمات الدولية وقوات سوريا الديمقراطية بإعادة أطفالهم الذين تم تجنيدهم من قبل منظمة الشبيبة الثورية بحسب ذويهم. حول حقيقة ما يجري في مناطق شرق سوريا ومناطق قسد تحديدا وتجنيد القاصرات والأطفال، نرحب بضيفنا ينضم إلينا عبر سكايب السيد مضر حماد الأسعد المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية. أهلا بك معنا سيد الأسعد. ما حقيقة ما يجري في هذه المناطق؟ هناك تحذيرات وهناك مطالبات من العوائل للمنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف تجنيد القاصرات في هذه المناطق. حياكم الله ومساء الخير. لا شك بأن تنظيم البيدية مجلس سوريا الديمقراطية ومنذ البداية وهو يقوم بعملية التجنيد الإجباري والقسري وكذلك خطف القاصرات وكذلك تجنيد الأطفال، وهذا الأمر دفع الأهالي في محافظة الحسكة إلى الاحتجاج والاحتجاج المستمر في كافة البلدات والمناطق والمدن في محافظة الحسكة. هذا الأمر نعم. إذن ربما انقطع اتصال مع سيد الأسعد. إذن نتحدث عن هذه المناطق مشاهدينا الكرام الخاضعة لسيطرة قسد التي تشكل أيضا هي تقاتل في هذه المناطق في شمال شرقي سوريا، وأيضا هناك كما ذكرنا وقفات احتجاجية لعوائل أطفال وقاصرات تم تجنيدهم في صفوف هذه الميليشيات في هذه المناطق، كما أن هناك لافتات كانت قد رفعت كتب عليها عبارات مثل ارجعوا أطفالنا والتجنيد العسكري يبث الرعب في قلوب الأمهات، وأيضا هناك تصريحات أخرى وكانت أيضا لافتات كتب عليها يعني وفين خليك تشعر الكتاب وتخاف من صوت الرصاص، وهنا تصريحات كانت لهذه العائلات لتجنيد أطفالهم وفي هذه الحرب التي تقودها قسد في هذه المناطق المحمية من تلك الميليشيات المدعومة من قبل الولايات المتحدة. عاد لنا مرة أخرى سيد الأسعد، تفضل أكمل الفكرة التي بدأنا فيها بمسألة تجنيد القاصرات والأطفال من قبل قسد في هذه المناطق. نعم، لقد دأبت ميليشيات البيدية قسد الإرهابية على عمليات التجنيد الإجباري والقسري وعلى خطف القاصرات وعلى تجنيد الأطفال، وهذا الأمر حقيقة هو يعارض نعم هذا الأمر هو يعارض مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الإنسانية على تجنب الأطفال المشاركة في الحروب أو في القتال أو ضمن الميليشيات، وبدلا من إرسال الأطفال والقاصرات إلى المدارس أو إلى المعاهد الدراسية، حاليا نجد بأن ميليشيات البيدية يقومون بتجنيد هؤلاء الأطفال إلى تنظيم البيدية داعش الإرهابية، البيدية قسد الإرهابية، وزجهم في المعارك العبثية التي يقومون بها من خلال حرب الشعب السوري ومن خلال الوقوف ضد الثورة السورية ومساعدة تنظيم الأسد الإرهابي. منذ عام 2011 وحتى اليوم هناك المئات من الأطفال ومن الفتيات الذين تم خطفهم من المدارس من الأهالي وزجهم في هذه المعارك، وقسم منهم حتى تم إرسالهم إلى جبال قندير وكذلك إلى جبل سنجار من أجل المشاركة في المعارك التي تقوم بها ميليشيات البيدية أو تنظيم البككة الإرهابي. المواثيق الدولية تنص على عدم زج الأطفال والقاصرات، ولكن يبدو بأن هذا التنظيم الإرهابي المدعوم من قبل أمريكا والتحالف الدولي والنظام السوري وإيران وروسيا هو يقوم بذلك عن كامل الإصرار والعمد من أجل كسب أكبر عدد من الذين يقاتلون بصفوفه بعد عمليات الانسلاخ عنه
بعد عمليات الانشقاق عنه حاليا هو يفتش عن الأطفال، يفتش عن القاصرات من أجل زجهم في المعارك العبثية طيب. التي يقوم بها. هناك تصريحات أيضا لمتحدث أو الناطق باسم قسد فرهاد الشامي لأحد المواقع يعني الإخبارية، يقول فيها لا علاقة لقوات سوريا الديمقراطية بهذه المسألة، هو ينفي مسؤولية يعني تجنيد هؤلاء الأطفال والقاصرات في صفوف قسد. ما قولك سيد الأسعد؟ لا لا لا، نعم نعم، لا شك بأن هم دائما ينفون كل شيء، ولكن تنظيم البيدي قسد هو مقسم إلى فروع عديدة. هناك اليبكة وحدات، هناك اليبكة وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، الشبيبة الثورية، كل هذه الأقسام الإرهابية هي تتبع لتنظيم قسد البككة، وكذلك تتبع إلى جيش سوريا الديمقراطية، وهؤلاء هم الذين يقومون بهذه الأفعال الشنيعة ويقومون بهذه الأفعال السيئة، يقومون بهذه الإجراءات التعسفية بحق الشعب السوري. ولذلك نجد بأن الاحتجاجات والوقفات الاعتصامية هي في عامودة الدرباسية، القامشلي، الحسكة، الشدادي، المالكية، الجوادية، القحطانية، اليعربية، في أغلب بلدات المحافظة، لأن الموضوع أصبح كبير جدا. هناك المئات الذين قتلوا من الأطفال وكذلك من القاصرات في هذه المعارك العبثية التي يقوم بها التنظيم الإرهابي من أجل فصل منطقة الجزيرة والفرات عن سوريا، هذا أولا، وثانيا من أجل دعم نظام الأسد الإرهابي الإجرامي الذي ارتكب مجازر مروعة طيب. بحق الشعب السوري. نعم، أيضا نفس المتحدث يقول بأن يعني الشبيبة الثورية منظمة شبابية مدنية وهي غير تابعة لقوات قسد، وقيل بأن هي من تنظم هذه الأمور وتجنيد الأطفال والقاصرات في هذه المناطق. هل يمكن أن تصف لنا من هي هذه الشبيبة، يعني هذه المنظمة الشبابية الثورية كما هي كما هو الاسم، يعني معروفة بالشبيبة الثورية في هذه المناطق، من هي هذه الشبيبة ومن هي هذه المنظمة؟ نعم، الشبيبة الثورية هي تنظيم شبابي تابع لتنظيم البككة الإرهابي، قيادتي حاليا في سوريا يتبع إلى تنظيم البيدي أو قسد الإجرامي. هذا التنظيم هو يعتبر من أخطر التنظيمات الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني. هؤلاء تخرجوا من جبال قنديل، هؤلاء هم الجيل الرابع أو الخامس أو الثالث لتنظيم البككة. هؤلاء يتم إرسالهم كأطفال دون العشر سنوات، إرسالهم إلى جبال قنديل أو إلى جبال سنجار من أجل التدريب. هؤلاء عندما أصبحوا في سن الشباب من 18 إلى 20 سنة إلى 25 سنة، تم إرسالهم إلى المدن التي نوعا ما هي خارج سيطرة تنظيم قسد الإرهابي، وهي التي دائما تقوم بالمظاهرات ضد إجراءات تنظيم البيدي الإرهابي، مثل عامودة، مثل القامشلي، مثل الحسكة، مثل المالكية. والجميع يعرف على أن عامودة هي أول المدن التي انتفضت ضد تنظيم البيدي الإرهابي، وتم ارتكاب مجزرة مروعة بحق الأهالي في عام 2012 بعد عملية اغتيال الشهيد مشعل تمو. ولذلك هم يرسلونهم إلى المناطق التي هي تقع خارج سيطرتهم الشعبية، وحاليا هم ارتكبوا مجازر مروعة بحق الشعب السوري، وقاموا بحرق الكثير من المقار التابعة للمجلس الوطني الكردي، وكذلك حرق ونهب الكثير من منظمات المجتمع المدني، وعمليات الخطف والاغتيالات، وكذلك تفجير العبوات الناسفة وزرع الألغام، بالإضافة إلى تفجير السيارات في الأحياء أو في التجمعات التي يتواجد فيها العرب، وكذلك الأكراد، من أجل شد الفتن والدسائس بين العرب والأكراد، رغم أن العلاقة بين العرب والأكراد هي علاقة قوية جدا، ولكن هم يعملون على مبدأ فرق تسد. أيضا هناك أيضا يعني عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي درار مصطفى يقول بأن القضية المذكورة تأخذ منحى سياسي وليس منحى حقوقي،
لمواقع أيضا إعلامية، وذكر الموقع الحرة بأن هو متعلق بمنحى سياسي، لأن أيضا قسد كانت قد وقعت مع الأمم المتحدة خطة عمل في 2019 سيد الأسعد من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال. هل تعتقد بأن هناك من يؤجج يعني الصراع مع قسد وأن ليست لديها علاقة بمسألة تجنيد الأطفال، لأن هي موقعة يعني كما هو معلوم مع الأمم المتحدة يعني بيان وخطة عمل بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال في هذه المناطق؟ يعني السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت قسد منظمة إرهابية هل يمكن الوثوق بقسد على أنها ممكن أن توقع على معاهدات دولية وخاصة في عملية حماية الأطفال والقاصرات؟ قسد تنظيم إرهابي يتبع لإيران ويتبع للنظام السوري، فهذه الدول هي أصلا هي لا هذه جديدة سيد، قسد تتبع لإيران وليس لأمريكا؟ نعم، هي بالأساس قسد تتبع لإيران، والذي شكل قسد والذي ساهم بدخول قسد إلى سوريا وساهم في أعطائها المناطق في شمال سوريا هي إيران، وبعد ذلك إيران والنظام السوري هم الذين طلبوا منها أن تلتحق بركب أمريكا والتحالف الدولي، لأن التحالف الدولي وأمريكا على أساس يتعاملوا ويعتمدوا الجيش السوري الحر بأن هو من يحارب الإرهاب. هذا يعني على أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة والدعم السياسي والإعلامي والمادي سيأتي إلى قسد لو سارت في ركب التحالف الدولي وأمريكا، وهذا الذي حصل، وهي التي مثل ما يقال وضعت كامل نفسها تحت تصرف أمريكا والتحالف الدولي، بالإضافة إلى العلاقات من تحت الطاولة مع النظام السوري ومع إيران. ولذلك نجد بأن عندما طلبت أمريكا أو التحالف الدولي عندما طلبوا من قسد وعندما طلبوا من البيدية بمحاربة الميليشيات الإيرانية في شرق الفرات رفضوا رفض قاطع، لأن هناك علاقة وثيقة بين تنظيم البكك الإرهابي وبين إيران وبين النظام السوري وقيادات. ما مصلحة قسد يعني هذا الفكر الإرهابي ما مصلحته مع إيران؟ يعني لأنه أيضا ذكرت لك تصريحات المتحدث باسم هذه الميليشيات، قال أن المهمة الرئيسية هو لحماية المدنيين من خطر داعش، وهم مدعومون من الولايات المتحدة الأمريكية، ما علاقتهم بإيران؟ أولا العلاقة مع إيران هي علاقة عقائدية، أغلب قيادات قسد هم من الشيعة أو من العلويين الأتراك، هؤلاء يرتبطون مع إيران ارتباط كامل وهم جزء من ولاية الفقيه، والاتفاق الذي تم بموجبه دخول البككة أو حزب العمال الكردستاني إلى شمال سوريا، الاتفاق جرى في طهران بين النظام السوري وإيران وجميل بايك نائب رئيس حزب العمال الكردستاني، أي هو نائب أوجلان. لذلك لكن سيد الأسعد، يعني هل يمكن يعني تصديق ذلك وهذه المعلومات وما ذكرته بهذه التحليلات، إن كانت بالفعل أيضا كما تقول هي معلومات ذكرتها بخصوص ارتباط قسد مع إيران؟ يعني المنطقة أصلا هي مشتعلة بين إيران وأمريكا، وكيف يمكن أن يجتمعان في دعم فصيل يقاتل في هذه المناطق بنفس الهدف؟ يعني هل يعقل ذلك؟ أولا من الذي قال بأن هناك خلاف بين أمريكا وبين إيران؟ الواقع الذي سمح لإيران والميليشيات الإيرانية بالدخول إلى سوريا هي أمريكا وإسرائيل، عندما وجدوا بأن النظام السوري قد سقط شعبيا وعسكريا وأمنيا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وأخلاقيا، سمحوا لحزب الله وللميليشيات الإيرانية بالتدخل في سوريا من أجل حماية نظام الأسد وكذلك من أجل عدم سقوط نظام الأسد. وعندما سقط النظام السوري مع حزب الله مع إيران مع الميليشيات الإيرانية، أمريكا وإسرائيل سمحوا لروسيا بالتدخل من أجل إنقاذ الجميع، وهذا الذي حصل. وعندما رأوا بأن أمور روسيا وإيران سيئة جدا عسكريا وأمنيا في سوريا، أدخلوا تنظيم داعش الإرهابي إلى سوريا الذي قام وتكفل بمحاربة الجيش الحر ومحاربة الثورة السورية وساهم في سيطرة إيران على الجزء الأكبر من سوريا بالإضافة إلى روسيا والنظام السوري. هناك علاقة متبادلة، ما فعلته إيران لأمريكا ولإسرائيل لا يمكن أن تقوم به أي دولة في العالم.
هم الذين نبقى في سوريا سيد مضر، نبقى في سوريا إذا سمحت في مسألة يعني توزع القوى في سوريا. يعني إذا كانت بالفعل ذهبنا على فكرة حال ذهبنا لمحور ثاني وهذه المعلومات ما ذكرتها، يعني نريد أن نفهم بأنه قسد مدعومة من الطرف الإيراني، وأيضا هناك روسيا في هذه المناطق، وأيضا هناك تركيا، وأيضا هناك أمريكا. قسد أين تقف قسد هذه الميليشيات التي توظف يعني كل ما لديها من طاقة في أن تبقى في هذه المناطق؟ أولا قسد هي شركة إرهابية مساهمة في الفترة الأخيرة، أغلب دول العالم ساهمت في دعم وإنشاء قسد. التحالف الدولي حوالي 52 دولة في العالم، كل دولة معادية لتركيا حاليا هي تقدم دعم لقسد من أجل أن تكون الخنجر في خاصرة الدولة التركية. كل دولة هي مع نظام الأسد حاليا، هم يقدمون الدعم المادي والسياسي والإعلامي والعسكري إلى تنظيم قسد من أجل عدم دخول الجيش الحر إلى منطقة الجزيرة والفرات التي هي شريان الحياة لسوريا وللنظام السوري. النفط والغاز والثروات الباطنية والحيوانية والزراعية كلها في منطقة الجزيرة والفرات، هذا يعني بقاء نظام الأسد على قيد الحياة. ولذلك هم يدعمون قسد لسببين، السبب الأول من أجل أن تكون الخنجر في خاصرة تركيا، والسبب الثاني من أجل دعم النظام نظام الأسد ومن أجل محاربة الثورة السورية والشعب السوري. ولكن يعني عن الأرض من يدعم قسد؟ يعني هناك أيضا عن القوات، نتحدث عن الخزان البشري لهذه الميليشيات. هناك سؤال في نهاية يعني هذه الفقرة معكم من منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تتساءل عن أسباب التي تقف وراء هذه الممارسات بتجنيد القاصرات والأطفال، وعما إذا كانت تجري بشكل منظم وبموجب قرار مركزي. ما الذي يمكن الإجابة عليه في هذا السؤال وهذا الطرح؟ نعم، أولا موضوع عملية تجنيد الأطفال والقاصرات هو لم يصدر بكتاب رسمي من قبل قسد، هم أذكياء في هذه النقطة، هم يوقعون الاتفاقيات في الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية على أنهم ضد تجنيد الأطفال والقاصرات، ولكن هناك تنظيمات عسكرية إرهابية تابعة لهم على أرض الواقع هي التي تقوم بخطف القاصرات وتجنيد الأطفال وزجهم في المعارك العبثية التي يقومون بها، هذا أولا. ثانيا هناك بمسألة الدعم على الأرض لتنظيم البيدة، هناك الميليشيات الإيرانية، هناك الميليشيات العراقية، هناك كذلك حزب الله حاليا يتواجد في الحسكة وفي القامشلي، هناك القوات الروسية بالإضافة إلى التحالف الدولي، الجميع يقدم المساعدات العسكرية على الأرض أو في السماء لتنظيم البككة الإرهابي من شكرا. أجل البقاء في سوريا، من أجل محاربة الشعب السوري والثورة السورية. المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية سيد مضر حماد دسعت، شكرا لكم على هذه المداخلة.